اليوم احنا وصلنا بعد رحلة عناء ومعاناة 3 ساعات ونص من عدن لقرية صغيرة اسمها مبرك، وهي جزء من مسيمير اللي هي جزء من لحج اللي هي جزء من جنوب اليمن بعد العاصمة عدن. الطريق كان من الصعوبة بمكان على أبناء ونساء وأطفال هذه القرى أن تصل إلى مكان يستطيعوا فيه أن هم يبيعوا أشياءهم أو في سوق معين، أو تصل المرأة إلى مستشفى إذا كانت مريضة أو حامل تريد أن تضع ابنها، أو يصل الرجل الجريح أو الشيخ الكبير المصاب بمرض في القلب أو في الكلى إلى مستشفى. وإحنا عانينا اليوم 3 ساعات ونص في السفر ونحن نركب عربية الدفع الرباعي مكيفة وفيها سائق وفيها كل الأشياء التي تستطيع أن تجعلنا قادرين على استمرار هذه الرحلة ولو لمدة 3 أو 4 ساعات. هنا ننقل المعاناة بتاعت الشعب اليمني. معاناة الشعب اليمني هي معاناة الفقر والجهل والمرض والحرمان قبل أن تحدث الصدامات العسكرية التي أصبحنا نسيسها أو نمذهبها أو نخليها يعني في دين معين إلى آخره إلى آخره. نحن نتكلم اليوم عن أسباب السياسية أو الأسباب العرقية أو الأسباب الحزبية أو الأسباب المذهبية للصراعات الموجودة، ولكن نحن نتكلم عن أسباب الفقر والمرض والجوع والحرمان الذي يصيب الشعب اليمني لقرابة ما لا يقل عن 20 مليون شخص مصابين بهذه المعاناة قبل أن تبدأ هذه الحرب التي أصبحت عالة كبيرة جدا على كل محافظات اليمن، ليس فقط في عدن ومحافظاتها، لكن في صنعاء، لكن في إب، لكن في أبين، لكن في الحديدة، لكن في كل محافظات، لكن في كل محافظات اليمن. فاليوم نتحدث عن أننا كنا بنحتفل من يومين في اليوم الإنساني العام الإنساني العالمي، فلتأتي الإنسانية إلى قرى اليمن، وليأتي الإنسانيين الرسميين الدوليين العالميين إلى قرى اليمن. وصلوا هنا كما وصلنا لنجد لا يوجد الماء الصالح للشرب، لا توجد اللي هو الإمكانيات الصحية البسيطة، وإن كانت بعض المؤسسات المحلية تقدمها في الخدمة اللي بتعملها القابلات اللي هم واقفين معانا هنا، هو أو الدكتور اللي بيجي هنا كل أسبوع مرة. وكل هؤلاء الناس يعني يتصارعون ضد قلة الحاجة وقلة الإمكانيات التي يستطيعون أن يدعموا بها الشعب اليمني في كل مكان. السكوت عن القضية الإنسانية اليمن هو كبيرة 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 وجريمة، جريمة أخلاقية، جريمة قيمية، جريمة إنسانية يشترك فيها كل من أصبح أو كان أو هو أو هي صاحب قرار في المجتمع الدولي، ولا يأتي ليضع لهذه المهزلة الإنسانية النهاية. ويتحججون بالمعارك السياسية والمعارك العسكرية ونحن ليس لنا بها أي دخل، والشعب اليمني برمته ليس له دخل في مثل هذه المعاناة أو الاقتصامات السياسية. نريد لكل متبرع، لكل رجل وامرأة، لكل مؤسسة أن ترى الفقر بعينيه الذي تحدث عنه سيدنا علي رضي الله عنه، وقال لو كان الفقر رجلا لقتلته. الفقر هنا يتمثل في هؤلاء الرجال الذين نريد أن نقتلهم جميعا كفقر، قضية فقر، قضية معاناة، قضية حرمان. واليمن حاليا تضربها مشكلة الكوليرا التي أعلننا عنها من 3 أشهر في صنعاء من قبل، وما زال عدد المصابين بالكوليرا وعدد الموتى من مرض الكوليرا يزداد ويزداد ويزداد. احتفلنا باليوم العالمي للعمل الإنساني، هنا الاحتفال، احتفال لا يكون في القاهرة ولا في الرياض ولا في الكويت ولا في المنامة ولا في لندن ولا في نيويورك ولا في جنيفا ولا في روما ولا في باريس ولا في أي مكان من دول. من أراد أن تكون له أو تكون له شهامة فليأتي ليحتفل بفعالية العمل الإنساني في المجتمع اليمني داخل هذه المناطق
المحرومة من كل وسائل الحياة البسيطة التي يحتاجها أي إنسان في العالم. في القرن الماضي وضعنا 8 أهداف للإنسانية للتنمية، واليوم نتحدث عن 16 أو 17 هدف آخر للتنمية المستدامة. أين سننفذ هذه التنمية المستدامة إن لم نأتي لمثل هذه الأماكن؟ أين سنراجع أعملنا على أهداف التنمية الأولى اللي هي 200 ديفلوبمنت جولز إن لم نأتي لمثل هذه الأماكن ونرى كم من المليارات من الدولارات صرفت في غير موضعها، وكم من الإمكانيات أهدرت في غير موضعها، وكم من المؤتمرات عقدت في غير موضعها ولم ينتج عنها إلا مجرد تصفيق وإعلام تلفزيوني إلى آخره إلى آخره. الكارثة في اليمن شاهدة علينا كجريمة إنسانية، جريمة إنسانية بكل معدلات الجرم الإنساني. والجريمة الإنسانية في اليمن لا تختلف عن الجريمة الإنسانية في سوريا وفي العراق وفي أماكن كثيرة جدا من العالم الخارجي. لكن هنا هو نقول أن تسييس العمل الإنساني في اليمن في منتهى الخطورة على 20 مليون من أبناء هذا الشعب اليمني، فيهم 3 مليون طفل منذ ثلاث سنوات لم يكونوا يذهبون إلى الدراسة في المدارس. ماذا عن عدد هؤلاء الأطفال الآن في اليمن؟ بيدكم أن تدعموا المؤسسات التي تعمل هنا، سواء كانت الهيومن أبيل كلنا نعرفها، الإغاثة الإسلامية، جمعية الإصلاح، في هذه المشاريع، في هذه المشاريع الحيوية التي تنقذ حياة الفرد كل يوم 24 ساعة. كما ذكرت لكم من قبل، هؤلاء النساء اللي هم موجودين هنا أرجل من رجال كثير يوجدون على مكاتب في هذه العواصم الغنية تحت المكيفات ومعهم الإمكانيات الآخرة. فنحيي نساء اليمن لأن كنا أرجل من رجال كثيرين في العالم. وحينما نتذكر عيد الأضحى المبارك والأيام العشرة من ذي الحجة التي تبدأ غدا، نقول إن أردتم أن تدخلوا السرور والبهجة على أبنائكم وعلى بناتكم وعلى ذويكم فلنبدأ في هذه المناطق ونكون معهم، ودي خير الأعمال، ها، أحب الأعمال إلى الله دون مقل، وإن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس. أنتم هؤلاء العباد، الأخوات الوافين والإخوة الوافين، هو اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم إلى الخير وحبب الخير إليهم، إنهم أنتم الأمنون من عذاب الله يوم القيامة. لأن هؤلاء الأطفال إنما سيلتقون مع الله سبحانه وتعالى، سيشهدوا أمام الله سبحانه وتعالى ماذا فعلنا لليمن، وماذا فعلنا لمحاربة الفقر والمرض والجوع والحرمان، وماذا فعلنا لكي لا نسيس القضايا الإنسانية، ها، ولكي نصرف أموال هؤلاء الفقراء والمساكين عليهم ليس علينا نحن. عيد مبارك، وكل عام وأنتم بخير، ونراكم مرة أخرى غدا من مكان. ولا تنسوا أن أول الغيث قطرة للمؤسسات التي تعمل هنا من الهيومن أبيل، إغاثة الإسلامية، جمعية الإصلاح، وأي مؤسسة ترونها صالحة تريدون أن تعملوا معها، بس لابد أن نصل إلى حيث يحتاج المحتاج وجودنا معه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.